هذه الورشة المتنقلة تقوم بخدمة مستخدمي الأجهزة التعويضية والطبية من ذوي الإعاقة في أماكن إقامتهم أو في مكان طلب الخدمة. تم تجهيزها من الداخل بأرفف لتكون مهيئة لقطع الغيار، كما تحتوي على مساحة داخلية لتحميل الأجهزة التي تحتاج للصيانة في الورشة المركزية. لا شك أنه الآن توفر هذه الخدمة سوف يعني يخفف الأعباء على مستفيديننا في عملية الصيانة، وبدلا من أنه أساسا تصان هذه الأجهزة خارج الأحساء، الآن إن شاء الله سوف تكون تتوفر، وهي بداية بورشة متنقلة، وإن شاء الله هذا المشروع يكبر بشكل أكثر ويستطيع أنه الجميع يستفيد منه في المنطقة. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل صعوبات الصيانة التي يعاني منها مستخدم الأجهزة التعويضية والطبية، وتجويد خدمة صيانتها وتطويرها، وتأسيس قاعدة بيانات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء وما جاورها من القرى والمراكز. نستفيد منها استفادة كبيرة، لأن لما يتعطل الكرسي يعني بمثابة الأشخاص ذوي الإعاقة يتعطل مشاكل حياتهم ككل، يعني لأن الكرسي بمثابة يعني القيادان والقدمان اللي يمكن أن يسير بها المعاق إلى أي جهة هو يريدها، يعني بمثابة انطلاقته في الحياة. اي والله سهلت، وين واجد واحد يروح ممكن الدمام عشان يعدل كرسيه، الان موجود الحمد لله خدمه تتصل عليهم يجون حق لحد البيت يعدلون لك كرسيك عادي كهربائي سرير اي شيء، يعني الحمد لله يخص الاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه الله يعطيهم العافيه. تسعى جمعيه الاشخاص ذوي الاعاقه ان تكون الخيار الاول لصيانه الاجهزه الطبيه والتعويضيه باعلى جوده واحترافيه ونموذجا مميزا على مستوى المملكة. محمد المزيدي الإخبارية، الأحساء.